السلام عليكم أعزائي، أتمنى لكم الصحة والعافية. حلقة جديدة من النباتات المنزلية. حلقتنا اليوم تتناول نبات من النباتات النادرة، النباتات القليلة يعني موجودة عندها. هذا النبات موطنه غرب أفريقيا، ونبات جدا جميل جدا راقي. نبات هذا اسمه الباندونوس. الباندونوس هذا نبات يتواجد بالمناطق اللي توجد بها معادن. نبات تقريبا يشبه أوراق النخيل، نهاياته مدببة، خضارة دائمي، نبات جدا جدا راقي، يحب الجو الرطب، يحب رطوبة عالية جدا، وتكاثر مالته من خلال التقسيم او من خلال البذور. هذا النبات باستطاع اي شخص يعني يجني او يعتني به بداخل المنزل، ما يحتاج غير الاضاءة الاعتيادية مال المنزل يعني، وعدم تعرضه لاشعة الشمس المباشرة. وكرر هذا النبات بالنسبة لموطننا يعني بالنسبة للعراق يعتبر داخلي. أعزائي، النباتات الداخلية احنا عدنا نخليها داخلية، بس هي موطنها الأصلي مو داخلية. هي هاي النباتات تصير أسفل أشجار عملاقة بالغابات، وهاي الغابات تتوفر بها الرطوبة الكافية لنمو هذه النباتات، والتربة اللي تنمو بها هذه النباتات اللي الداخلية احنا نسميها داخلية او الظلية، احنا اسمها الصحيح هو الظلية، النباتات الظلية. التربة مالتها تتكون من نتيجة تساقط اوراق الاشجار لمدة سنين، وتلف وتفسخ الحيوانات الميتة، تتكون طبقة تربة كومبوست جدا راقية، وتتغذى عليها هذه النباتات، والإضاءة القليلة اللي توصلها لأن كودن الغابات الأشجار جدا عالية، ارتفاعات أكثر من 30 متر. أعزائي، الباندونوس هذا متوفر عندي، ما أعرف بالمشاتل، ما أتوقع موجود. التكاثر مالته من خلال التقسيم ومن خلال البذور. النهايات مدببة جدا راقي، يعني أنصح الأخوة أن يجنوا بداخل المنازل والمكاتب، فشي يعني منظرة جدا جميل. أعزائي حبايبي، احنا نعرف الحمد لله يعني بدأت شوية وشوية بدأت تنخفض درجات الحرارة. الأيام القادمة أعزائي حبايبي يعني بحالة إذا مثلا نعتبر وسط النهار يعني بحدود 12 ظهور أو بالوحدة الظهر، إذا صارت درجة حرارة 40 أو أقل، يعني إذا نزلت 35، إحنا نبدي عاد إن نقوم تحويل النباتات وزرع النباتات الجديدة، يعني نعتبره بداية خريف، بداية الخريف. فيعني شلون أبدل؟ يعني مثلاً أنا عندي شجرة كبيرة أو شجرة مثلاً آسيوية أو غيرها، أريد أحولها بمكان أفضل أو أحولها بالأصيص. هسه الأيام الجاية إن شاء الله نقدر نحول هاي النباتات. أكو فقرة مهمة أعزائي حبايبي، إحنا أنا عدة مرات أشير إلها، إحنا لازم نستفاد من النباتات الآسيوية اللي نجحت زراعتها بالعراق. من ضمنها هو الشمعدان، نبات الأكاسيا شمعدان. الشمعدان هو نوع من الأكاسيا. هذا النبات يتحمل درجة حرارة أكثر من 50، وسبق أن شرحت لكم عنه وشوفتكم إياه، ومو مشكلة يعني إذا تقدر تكتبه بالجوجل راسن يطلع الصورة مالته. الشمعدان من النباتات اللي تتحمل درجة حرارة أكثر من 50، تتحمل جفاف، وشكلها جدا راقي جدا راقي، وتحمل أزهار بالضبط مثل الشمعدان، بالإضافة إلى شجرة البالونيا. البالونيا أيضا نجحت ونجاح يعني واضح،
ولأن أساسا هي زرعت بصحراء الجزائر. فيعني نصيحتي للأخوة والأخوات أن يجنون هذه النباتات بالإضافة للأبيزيا. الأبيزيا هي تحمل أزهار بالخريف وبالربيع، هم نوع من الأكاسيا، نعتبرها أكاسيا يعني عراقية مثل ما العراقية. اللي هاي الأزهار بها رائحة طيبة، وأيضا تتحمل الظروف الصعبة المناخية أفضل من هواية نباتات اللي ما بيها فائدة. بالإضافة إلى وقت التطعيم أعزائي حبايبي، يعني أشوف لي مثلا نبقة أو سدرة نوعيتها مو هالقدمونة، أجيب لي برعوم أطعمه حتى يصير الإنتاج مالته أوفر وأحسن، والتوكي أيضا التوت نفس الحالة. وأني ممنون وشكرا جزيلا للجميع.